شني شو هاي شني شني بالك سنني هاي شني شني في الحياة تي في هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني مصباح ولا في الواد لو كان نروح البحر يحكي مني كريم ومرحبا زي كريم كريم السوسطة السوسطة والاحترام في الهامات تخربيع هنا الموند ناتور النقام خلينا البحر وشينا هنا وعدنا بزاف بلايص شابين احنا في بلادنا تجي مريض تبرد عبط منا لبس بيه ما سمح فيها حتى سر شغل راحت البال تريح هاك تعرف شوية سخانة منا هربنا هنا اه فيه تخلص كلش بدراهم كلش هنا هي الحياة مليحة هنا مزال طبيعة اه بحر خلاص لو قال يدخل ليها تخلص اش باب تما احنا تجو نجو لهنا ما هكذا في الصيف ولينا خدموا الفحم ونخدموا نجرو وكل ما يزال كيف يعيش العام عندي ولا ما عندي ديش انا نحوس فيف فيف الجزائر اخر شراقه جامي في حياتك جامي روح دوغ هنا في الجزائر برك الدراهم تاع العام اللي صورناهم ناكلوهم دراهم الخوخي كلهم محب الملوك والو كل اللي نصوروا ناكلوها بيتفر ياك تفر بالريش الريش ما عندكش ايه ها لازم سياحه والصيف على ديرو بصح ما نروحش انايا بهنا الليله بمليون ولا الليله مليون ونص ما كاش اللي يلقى عليها وما يروحش بصح وشني راهي غلا شويه بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبغيت روح لها صاماير هو لفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو هو لفك كيف سهل وفريقك انا قدرت عنو والله ما نسيت عني بالغالية ألفت ولات شحمة وتنباع بالسوم الغالي وفي القلوب ما بقت رحمة شف في حالنا يا العالي لا تستغرب كي تشوف الغرب يشيب والملح دير النوارة في هذا الزمان اللي مرض فيه الطبيب الكذبة والسرقة ولات الشطارة أعزائي المشاهدين أينما كنتم وحيثما وجدتم أنتم اللي راكم تشوفوا فينا من داخل الوطن ومن خارج الوطن الحجة والحاج راكم قاعدين على مايدة عشاء واللي راهم في الخارج ما على بالناش الوقت اللي راهم يشوفوا الحصة فيه من حصة أحكي بلاك المهم هذا العدد اليوم راه خاص عنده علاقة بفصل الصيف نخليه لكم مفاجعة يا جماعة الخير على بالكم وراني راني قدام الشرشار تاع شفة احنا جينا من قرما الله يبارك جينا خلينا البحر وجينا هنا هنا ناتور والبحر سيبه خلاص ماتوا يا ماتوا البحر البحر دوكا واش نقول لك في الهامات تخربيع هنا الموند ناتور النقاء الهواء طبيعي كذا الغابة جيت تما هنا يا مونفيتو شباب بلاصة شابة وتريح لهنا وعندنا بزاف بلايص شابين احنا في بلادنا كل واحد واش يحب كاين اللي يفضل البحر على الواد كاين اللي يحب الموفيتون تاع البحر واش يدير الموفيتون يدير صداع صداع والموفيتون تاع الجبل تريح تبرا تجي مريض تبرا تهبط منا لاباس بيه ما سمح فيها حتى سر شغل راحت البال تريح ما مقي كذا كل واحد واش يحوس كاين اللي يحب يروح البحر كاين اللي يروح للواد جينا من قال ما خلينا حمام دباغ راك تعرف شويه سخانه منا هربنا هنا البحر خلاص البحر فيه الهامات فيه الموسيقى فيه تخلص كلش بدراهم كلش والواد هنا ينجي ولنا هنايا دعوه هانيه ناس محترمه والله تشولاش صح منين جيت خويا من عين الساره وجيت لهنا الواد الواد بصح علاه ما رحتش البحر هنايا بلاصه كارم مليحه شابه خير من البحر والبحر علاه ما عجبكش ما عجبنيش هنايا بلاصه تاع اون فامي دائما نجوليها من وين فين بلاصه هذه السوسطه
السوسطه والاحترام. هنا هي الحياه مليحه، هنا مزال الطبيعه. لا انا تسولوجي بلاصه شابه. وفي البحر ثاني تسولوجي؟ ما كيشغل البحر فيه الغاشي بزاف. البحر شويه فيها شويه هول منا، احنا جينا لبلاصه كالم هكذا باش ما اون فامي عائلات نصيبوا روحنا صافا لاباس. الواد بلاصه كالم، بلاصه فاميليار. اليوم جيت اول مره نجيه، جيت البارح وعاود جيت اليوم، عجبتني بلاصه هايله كاع. البحر خلاص لو كان يدخل ليها تخلص. شباب تما احنا تجو نجو لهنا مع هكذا في الصيف. تما فين نحبوا اللي يتساع حنا تال. بصح البحر ثاني فيه اللي لا خاش حنا يا اخي، حنا شاب اخي. صباح ولا في الواد، لو كان نروح البحر يحكي مني كريم ومرحبا بك. كريم كريز كريم. كريم يا حكمك كريش نكريش. لما تروح للبحر تلحق باركينغ يقول خلص باركينغ. باراسول تدير دير باراسول تاعي يقول لك ناحيه انا نكري لك باراسول هكذا. توقف يقول لك خلص، ماشي حتى راح تعوم، توقف يقول لك خلص. وهنا لقيت راحتك. الحمد لله انايا لا فامي. الشلاله منا في هذه الدوره منا منا. وكاين برد الحال. كاين برد الحال. برد الحال ودلالي. ودلالي وراحت البال. رجعناها غير اون فامي. أي بلاش يجوا لعندنا ومرحبا بكم لما شافهاش. الماء والخضرة والوجه الحسن يذهبون الحزن. أنا يا جماعة الخير قعدت هنا في الواد، أرو ماركيت لا ديفيرونس، وجه الاختلاف ما بين الواد والبحر. على ذيك هذيك اللي غني الغنية الواد الواد ها الواد. المهم الواد عنده قاعدة سبيسيال، النسمة الله يبارك، الجبل، الزيت من الزيتونة، والحوت من البحر، الماء عذب، القعدة فيه مليحة. هذا وراني فهمت علاش العائلات راهي الوجهه تاعها المفضله تجي لهنا للواد. كل واحد واش يحب يا خويا، كل طير يلغى بلغاه. حنا بلادنا الحمد لله الاف الكيلومترات تاع لاكوت، معناتها الشواطئ، البحر. في بعض الاحيان كاين ناس ما يحبوش يروحوا للبحر لغايه في نفسي لعده اشياء. كاين اللي تجينا، كاين اللي يتعكر المزاج تاعو، كاين اللي ما يحبش يقعد في الرمله، كاين اللي يحب يحط رجليه هكذا في الواد وراهو يستمتع يا خويا ويخزر في الجبل، كاين اللي يحب يخزر في البحر يشوف البابورات، كاين اللي يخزر في السماء وزرقة الماء. ولكن كي يجيك واحد انت راك قاعد حتى يقول لك باركينغ، تجي تدخل باركينغ تحط انت تحط هو يقول لك باراسول، تجي تشرب قهوه تشربها ب 50000، تاكل كاس عكروت، تعشي في كاس عكروت، تعشي في لوبيطال. احنا ماناش نضربوا في السياحه تاعنا، ولكن القائمين على الشان السياحي يا جماعه الخير مش متفطنين للشيء هذا. الواد كيما هذا الله يبارك، وجهه جميله، الناس راهي تجي، على الاقل يوفروا لهم امكانيات ما دام الناس راهي الوجهه تاعها راهي هنا. شوفوا يا جماعه الخير كيفاش بلادنا فيها الخير. بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير، وبغيت روح لها صامراي. دودانا وحفرة حفرة ودودانا، حفرة ودودانا، دودانا وحفرة ويلي وعلى الدودانا يا وعدي فتحوا الطرقانا. بركانا يا وعدي خدموا طرقانا يا ماما، حبيبنا شاطر يا ماما اطريد وقناطر يا ودي. تركالة تختل الخاطر وتدير السكر يا وعدي، ترجع مدمر يا ماما والقلب تعمر يا وعدي. دخان وسخانة يا للا جيه الدرقانة يا وعدي، يرتاح الخاطر يا للا يوصل للزاير يا وعدي. واللي بصلاحه يا خويا وهمومه مرتاحه يا ماما، في الطريق يقباحه يا ماما، دوب رجع اللي من يا وعدي. راني جاي من بليدة يا ليلى ماهيش بعيدة يا ماما، واللي جاي من سعيدة يا خويا فيك الرصة شديدة يا ماما. الحفرة طحنا يا وعدي
المغرب يا ماما حفرة ودودانة دودانة وحفرة حفرة ودودانة حفرة ودودانة مشاهدينا الكرام راني قاعد قاعده مسائيه مع وجوه الخير الحصه هذه حديث المقاهي معناها كي دخلت عندكم حبيت سمعتكم بالبعيد هكذا جبت كلمه كنتوا تحكيوا على العطله ولا الفاكونس بصح الواحد العام كامل هو خدام في الثقافه تاع الانسان كي يجي كونجي لازم يروح يريح شويه يبدل الجو ونريحوا تروحوا وين كنتوا تروحوا نريحوا في ديارنا ونجمعوا ولينا نخدموا الفحم ونخدموا ونجروا وكل ما يزيد كذا يعيش العبد وكنا هذا البحر ما نسمعوش قابين ناخذوا فاكانس ناخذوا شهر نتاع الفاكانس هذاك نروحوا للبحر نروحوا للحمامات نروحوا ما نخلوا حتى بلاصه عندي ولا ما عنديش انا نحوس فيف الجيريا يسكي كي القرعه او يتعمر لازم ينقص شويه باش يعاود يعمر لي فاكونس هذوك هما تاع العام لازم يفرغ باش يعاود صح اخر الشراقه جامي في حياتك جامي روح الجاي دوغ على بالجاي برك بامانه عامل يومي و ونحوسوا عندنا مسمانة منين ذاك مسمانة مثلا وين تروح؟ نروحوا منين ذاك مسمانة هكا نروحوا تيبازا وكنحبوا نروحوا كان جور ولا فان جور نروحوا سكي كدا على النابا. سي نورمال ما كاش اللي ما يخمم ما يروح يحوس. تحواس ما كاش والله والو. الدراهم تاع العام اللي صورناها ناكلوهم. دراهم الخوخ ياكلهم حب الملوك. والو اللي صوروها ناكلوها. ايه ها لازم السياحة والصيف على ديرود. باتفر ياك تفر بالريش، الريش ما عندكش. بكري كانت قلة الإمكانيات ودوك اليوم الحمد لله. كاين وسائل كاين وسائل العمل والرفاهيه بصح ما نروحش انايا بهنا الليله بمليون ولا الليله مليون ونص كل عندي دراهم نحوس تحسن السياحه في الجزائر خير من اللي كان نروح الحمامات راها تلمسان ولا القالمه ولا المهم بنادم يخرج المهم نخرج نحوس ما كاش اللي يلقى عليها وما يروحش بصح وشني راهي غلا شوي كل واحد كيفاش ادلى بدلوه كاين اللي قال لك انا نروح قال لك وكاين اللي قال لك انا مالغري نترفاه ما نروحش وكاين اللي قال لك انا عمري في حياتي ما حوست المهم انا هكذا كيما راني ما نحوش ولا كي روحي افهمها انت يا اخويا وهرن نقولوا الفن نقولوا الثقافه نقولوا العلم نقولوا العلماء نقولوا حتى كذلك قراءه القران من بين الناس اللي تلاقيناهم بين الشباب الواعي الشباب الواعد الموهوب اللي حتى كي نشوفوا احنا طاقه موهوبه وعندها يعني حس راقي وحس ابداعي احنا لازمنا نشيد ونقدموا هذا الشباب ونشجعوه ونبينوه حتى هما يعني اعمالهم راهي باينه من بين رواد الاعمال نتاع الاغنيه النوع الراب نوع الراب كذلك عنده رساله ورانا شفنا بعض من الشباب اللي ادوا الاغنيه تاع الراب وبلغوا فيها رسائل وتقدر تسمعها مع العائله وحتى فيها يعني رسائل تاع وعي حب الوطن تشبث بالوطنيه مشاكل اجتماعيه بطريقه يعني رساله للشباب اللي تهذبوا وتمشي على الطريق الصحيح ماشي الرسائل اللي تخليه يخرج على الطريق مشاهدينا الكرام نخليكم تعرفوا هذه الموهبه اللي شفتوه في الصوره ولا سمعتوه بصح الوجه الخفي السر تاع النجاح واش عنده واش يملك هذا السر الابداعي ونخليه هو يقول ومرحبا بك خويا الله يحفظك شكرا السلام عليكم ان شاء الله تكونوا قاعد بخير شكرا استاذنا على الضيافه شرف لينا معكم عدنان 26 سنه من مدينه وهران فنان رابر وقبل كاع ما ندير تمثيل انا انسان نخدم موسيقى تما التمثيل جاني غي اوكازيون وسيد نبروفيتي ودرنا اللي علينا دونك هذه هي مي موسيقى هي لا باز وهي اللي نخدموا فيها بور لو مون سيون نمدوا ايمان شابه للراب الجيريان ومدينه وهران هل الاغنيه تاع الراب تاع وهران حنا شفنا الراب الجيروا شفنا الراب تاع العنابي شفنا عندكم حاجه خصوصيه كيما بارابور تاع النابه ولا تاع وهران ولا تاع كونستانتين ولا عندكم الكلمات تشبه الاغنيه الراي اعطيني الراب الجيريا يبقى راب الجيريا مهما كنت جاي من العنابه ولا جاي من الجي ولا جاي من وهران شفت لاكسون شفت لا كاين اللي باللهجه العنابيه كاين اللي باللاكسون الجيرواز وا سي نورمال باسكو انت كبرت في وهران تما تغني باللهجه الوهرانيه كون زدت في عنابه نغنوا باللهجه العنابيه حنا نعرفوا باللي الراي
لو كان واحد خارج وهران يبان عليه باللي راه يدير فيه ماشي خارج صدر اللهجه تلعب دور. شكون اللي يكتب لك الكلمات؟ يكتبهم وحدي ودي فوا يعاوني شاشه يكونوا نفس ستوديو ولا واحد يكون عنده ايدي ولا يعطيها لي وانا نفصلها على حسب المقاس اللي خصني ندير. الاغنيه تاع الراب اسكو خرجت من وهران؟ خرجت من وين راحت؟ خرجت من الجزائر؟ اسكو عندك جمهور؟ راب تاعي انا بدا منه بديت من وهران. من وهران صافا راه كاين ناس شويه الجي شويه عندنا با شويه كونستانتين دونك صافا راه هي راهي تمشى مي بوكو بليس فوهران باسكو انا ساكن هنا دونك كاين بزاف ناس هنا يسمعوا. شكون اللي يكتب لك الكلمات؟ الكلمات نكتبهم وحدي ودي فوا صاحبي يعاونوني. وعلي من تحكي؟ علي من نحكي؟ نحكي على روحي باسكو انا انسان عادي قبل كاع ما نكون فنان. كيما نحكي على بنادم برا كيما نحكي على انسان اطار دونك دي فوا نحكي صوالح اللي يحسهم اي بنادم مهما كانت صفه تاعو. اي جزائري اكزاكتوم. صح عندك رسائل اجتماعيه ثقافيه تربويه تبعثها عن طريق الاغاني تاعك؟ وي بيان سور باسكو هذه هي لا باز باش تكون فنان اللي تكون تمد رساله افون. لو شوا دو شوا دو ميوزيك شكون اللي يديرهم انت؟ شكون لا كومبوزيسيون؟ شوا دو ميوزيك انا ندير دي فوا على حسب ما نكون باغي ودي فوا الشاشه كيما يوسف صاحبي ولا البروديكتور ولا الشاشه اللي معايا ميم اللي يخدم لي الكليب يمدوا لي دي زيدي وفي الموسيقى شنو نجمو نديرو شنو ما نجموش نديرو هكا باش نكون عندنا هذيك لا ديفيرسيتي تنوع يعني. انا شفت صحاب الراب كاع عندهم لبسه تختلف كيما تاع الراي عنده لبسه علاش فهم لي السر تاع اللبسه؟ انا نشوف فيه كيما شاب بلال شويه جاب لي ربي صح. عندك شبه ليه؟ والله صافي بليزير. صح قول لي علاش لباس عنده دور عنده علاقه بالاغنيه عنده تعبير فهمني فيها. ما عندهاش علاقه بالاغنيه امريكان سي الراب سي امريكان تما ما كانش واحد رابور ما يسمعش امريكان ولا مشي مانسبيري امريكان تما كبرنا بهذيك الثقافه وهذيك هذا الهندام هو اللي هو اللي هو اللي يخلي الرابور عندك كيما نقولوا هويه على لي زوتر ارتيست. صح بما انك قلت باللي رابور يعني راب امريكا الا ترى بانه الجزائري صنع حاجه راب الجيريان نحى هذاك لو كوستيم امريكا وداروا راب الجيريان يعني عطاه الطابع الجزائري. اعطيني ابوبري واش استعملته موسيقى باغ اكزومبل نخدموا بديز انسترومون بيورمون الجيريان باغ اكزومبل نخدموا عفايس دي فوا صوالح تاع انا تاع الجزائر كاين بزاف كيما الموندولين كيما هذاك لاكورديون تاعنا تاع وهران اكزاكتومون تربوك القلاق ايوا تسمى هادو كاع نوتيليزوهم باش نمدوا هذيك. انت من نوع تاع الراب المعتدل تاع الحياه كومون فوالا هذه هي باسكو فوالا هذه هذا مهم جدا مهم جدا باسكو صح. كلمه اخيره تقولها للجمهور تاعك؟ كلمه اخيره نقولها للجمهور تاعنا شكرا بزاف وتبعونا كاين بزاف صوالح شابين شرف لينا بزاف كنا في حصه احكي مع شني شكرا بزاف. ديكلونشي الكاريه اوكي ساعف لي غيري اوكي خليك في الهاويه نجيبو بلوس دوزي بلوس تشكاك ميه. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تكونوا قد استمتعتم بهذه الحصه لحقنا الى نهايتها للاسف الشديد نتلاقوا في العدد القادم ان شاء الله. يا وجوه الخير يلي كان صاري فينا وفيكم التيركم قعدتوا في الواد شتوا شحال القعده شحال مليحه وخير. كاين اللي يحب الواد كاين اللي يحب البحر كاين اللي غنى على البحر يا بحر الطوفان وكاين اللي غنى على الواد الواد ها الواد. المهم يا جماعه الخير اللي حب يتواصل معنا وعنده انشغال يعني منطقه فيها انشغال باش ننقلوا الانشغال تحكم بصدق ونوصلوا الانشغال الى مواليه اتواصلوا معنا اسفل الشاشه راكم تصيبونا ونعاودوا نوليو لكم ونعاودوا نجوا عندكم. المهم انا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه الجزائر ربي يرحم الشهداء لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني